السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج في المنتصف. في ملفنا الأول نستعرض التطورات في الأرض المقدسة، حيث قامت قطعان من المستوطنين صباح هذا اليوم بحملة اقتحام للمسجد الأقصى الشريف. وأوضح ناشط مقدسي من داخل المسجد الأقصى من أن هناك حالة من التوتر بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بسبب حالة الاقتحام التي جرت صباح اليوم في المسجد الأقصى. وكانت قوات الأمن الصهيونية قد منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى من بعد صلاة الفجر لهذا اليوم، وكان هناك عدد من الاشتباكات التي جرت في ساحة الأقصى. نشاهد هذا التقرير ثم ندخل في النقاش. عدوان صهيوني جديد على المقدسات الإسلامية في القدس، حيث قام قطعان من باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء ضمن تحركات لنزع هيبة المكان وفرض سيادة الصهاينة عليه. وقد اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين العزل وقوات الاحتلال الإسرائيلي الحامية للمستوطنين أسفرت عن حالات اعتقالات واحتجازات. وفي شرق نابلس كان للصهاينة نشاط آخر في تدنيس الأماكن الدينية، حيث اقتحم المستوطنون مقام يوسف. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية وأمنية أن مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين للمقام فجرا، ما أدى إلى إصابة 10 مواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وجرى إسعافهم ميدانيا. واقتحم نحو 1200 مستوطن المقام فجرا بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال، وكان يرافقهم وزير التعليم في حكومة الاحتلال رافي بيريتس ورئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان. ويحاول الصهاينة محاصرة الفلسطينيين ومنعهم من أي رد على انتهاكاتهم، ويأتي ذلك فيما يسمى بالتنسيق الأمني مع سلطات محمود عباس. فقد شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل 19 فلسطينيا بشبهة الضلوع بنشاطات شعبية وتمت إحالتهم للتحقيق. ويأتي السؤال دائما عن مدى استيعاب الأنظمة العربية لما يتعرض له الفلسطينيون، وعن أكذوبة السلام التي تجعل أطرافا منهم يقتربون من الصهاينة ويخذلون الأقربين منهم لغة ودينا. ولمزيد من التفاصيل حول ما جرى اليوم في المسجد الأقصى، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف من هناك الدكتور جمال عمر، الخبير بشؤون القدس. مرحبا بك دكتور جمال. مرحبا بكم، حياكم الله وأيدينا الكرام. حياك الله دكتور. يعني تفاجأنا بهناك عدد من قطعان المستوطنين وهم يدخلون إلى المسجد الأقصى بعد دعوات متكررة فيما بينهم للحشد، ما هو السبب برأيك لهذا الدخول الجديد إلى الأقصى؟ نعم أخي الكريم، نحن هنا في القدس وفي رحاب الأقصى لم نتفاجأ مطلقا، حيث أن يعني محطات هزائم العربية المتوالية والمتتالية منذ 70 عاما في 48، منذ 50 عاما في 67، ومنذ 25 عام في نكبة أوسلو والأكثر فظاعة، ونحن نحصد وهما متبددا، السراب متبدد، عمليات تخدير الشعوب وإسكاتها بقوة السلاح من أنظمة ديكتاتورية جعلتها تستكين وجعلت الأنظمة تتوسل وتتسول لدى الأمريكان ولدى السوفييت قديما، لدى أسيادهم الشرقيين يتوسلون يعني حقوقا لن تأتي مطلقا على طبق من ذهب. الحقوق تنتزع انتزاعا، وسبق وقال العرب أو الأعراب قالوا ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أين ذهبت هذه الشعارات؟ أين ذهبت هذه التضامن العربي المشترك والدفاع العربي المشترك؟ كل هذا مجرد خزعبلات وتنويم، عمليات تنويم وتخدير للشعوب. الآن ما نشاهده في الأقصى وما نشاهده في المسجد إبراهيم في الخليل وما نشاهده في سائر الأماكن المقدسة في فلسطين وما نشاهده على كامل التراب الوطني الفلسطيني من البحر والنهر هو أمر طبيعي جدا، لأنه مخرجات سلسلة من الهزائم. هذه الهزائم متراكمة جعلت الاحتلال يتفرعن، لأن هذا الفرعون لم يجد من يوقفه عن فرعنته. فالاحتلال اليوم
تفرض له السجادات الحمراء يا سيدي في بعض العواصم العربية. للأسف الشديد، وحتى التقرير يعني تحدث عن هذه النقطة، أن هناك من يتحدث عن وهم السلام بينما العدوان متكرر. هل أفهم من حديثك دكتور جمال أن ما جرى صباح اليوم هو يأتي في سياق انتهاكات متكررة دائما على المسجد الأقصى؟ نعم، هو يوميا صباحا ومساء على كل الأحوال، لأنه فترة زمنية صباحية ثم يعني يتوقفون قليلا بضع دقائق لصلاة الظهر عند المسلمين، وكأنهم يقولون ويأتي دورنا الآن ولدينا وقت أطول، نحن اليهود، نحن الحكام، نحن الحاكمين، نحن أصحاب السيادة المطلقة على القدس ونحاصرها تماما، وبالتالي القدس محاصرة اليوم وغدا وبعد غد وهكذا في مناسبة أعياد يعني التلمودية التوراتية الصنمية، وبالتالي هم ينفردون الآن بالمدينة المقدسة يعني وهم أغلقوا. يعني أفهم أيضا من حديثك دكتور أنه أصبح المسلمون يستخدمون الأقصى فقط في أوقات الصلوات، بينما الأوقات الأخرى الصهاينة هم من يدخلون الأقصى كما سائر فلسطين، والأقصى على وجه الخصوص، والمسجد الإبراهيمي في الخليل على الأخص، كلها مستباحة تماما في قبضة الاحتلال الصهيوني اليهودي الكافر. هؤلاء لا يركبون فيكم إلا ولا ذمة، أهانوا الإسلام والمسلمين، دمروا المقابر ودمروا بعض المساجد واستباحوا الأقصى تماما وفتحوا الأبواب على مصراعيها لكل يعني قطعان وثواب المستوطنين في الأرض قاطبة، كما قال دونالد ترامب أن أورشليم عاصمة الشعب اليهودي، لم يسميها عاصمة إسرائيل، يعني كل يهودي في الدنيا أقصى مستباح له والقدس مستباح له، وبالتالي هم يوجهون طعن نجلاء ويوجهون ضربات مسمومة وشديدة القسوة ومؤلمة جدا واستراتيجية بكل المقاييس لكل الأمة الإسلامية وليس لأبناء فلسطين. هذا مطرى نبي الإسلام وهذا معراج رسول الإسلام، وبالتالي هم يستهترون ويستهينون بكل المسلمين في كل أقاع الدنيا ما لم يحصل هناك مرة أخرى. أروح عمر بن الخطاب وعزيمة صلاح الدين الأيوبي، فإن اليهود ماضون في غيهم لا يردعهم رادع ولا يوقف أحد. طبعا الدخول اليوم كان تحت ذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، حيث دعت جماعة منظمات الهيكل إلى شن هذه الاقتحامات خلال فترة الأعياد التي منها رأس السنة العبرية ويوم الغفران ويوم العرش. هذا الأمر كله يحدث يعني والسلطة الفلسطينية والأردن التي هي وصية على المسجد الأقصى لم تتحدث ببيان رسمي. نعم، هي في أسوأ أحوالها وتثير الشفقة الأوضاع في الأردن وفلسطين. يعني المدارس في الأردن حتى لم تفتح أبوابها حتى هذه اللحظة، الأردن يعصر عصرا حتى يوافق على صفقة القرن كاملة وليس جزئيا. وكذلك السيد عباس يعني يتوسل ويتسول ويقول انتخابات ويتابع الانتخابات الإسرائيلية لعلها تنقذه من الورطة التي وضع نفسه فيها، هو نفسه عراب أوسلو وهو مهندس أوسلو وهو نفسه الذي جنى على الشعب الفلسطيني. وبالتالي نعم صحيح، الأردن وفلسطين مغيبون تماما عن الأحداث، الأحداث تجاوزتهم كلية، اليهود تجاوزوا كل الاعتبارات وقالوا لا حاجة لا بالأردن ولا بالفلسطينيين، نحن لا نريد معهم أصلا سلام لأجل استكمال مشروعنا من البحر إلى النهر، نحن ماضون نفعل ما نشاء، نحن أطمعنا في الأردن، نحن أطمعنا في البتراء، نحن أطماعنا وصلت إلى جبل موسى وإلى مقام هارون في الأردن، وبالتالي أطماعهم بعد الأردن سوف تكون في خطر ويثرب المدينة المنورة. والله العظيم هكذا يفعلون وهكذا تعطينا هناك مؤشرات أنهم طامعون في علاقة استراتيجية ضد عدو مصطنع، والله العظيم ضد عدو مصطنع غير موجود أصلا، هذا وهم العداء لإيران وتجميع الأعراب ليكونوا تحت حذاء الصهاينة في عدو مصطنع، هذا هو المقصود من التطبيع الفاضح تماما كما جرى في البحرين تلك الورشة الخفيفة التي فتحت على مصراعيها لهذا التطبيع الفاضح والذي نشاهد نتائجه الآن على يد كوشنر وإيفانكا وأبو إيفانكا كمان. يعني حين نتحدث عن عدو مصطنع دكتور جمال، يعني أيضا علينا لا ننسى أن إيران وهي من ترفع الشعارات حول حماية القدس وحماية القضية الفلسطينية والموت لإسرائيل، حقيقة أنها لم تقم بأي شيء للقضية الفلسطينية وإنما كانت يعني تدمر سوريا واليمن ونحو ذلك. إيران فاعل خطير جدا في المنطقة، له مصالح
لا يتجاوزها قيد أنملة، يدمر العراق ويأخذها مثلا، يدمر اليمن ويأخذها. لكن نحن سؤالنا يعني أين الأعراب من هذا؟ لماذا لا يفهمون هذه المعادلة أن إيران تلعب لعبة مصالح والسياسة لا أخلاق فيها، وإيران ليس لديها أخلاق في السياسة كسائر دول العالم. وإيران شاهدت تركيا تعود أدراجها إلى السدس وإلى العزة والكرامة وحماية القدس والمقدسات وإلى مرمرة وشهداء مرمرة، وبالتالي كان على إيران أن تسارع بلعبة يعني تستبدل فيها يعني لعلها تتطابق مع تركيا ومع ماليزيا ومع بعض الشعوب العربية التي استفاقت. وبالتالي إيران عندما تقوم بهذه الشعارات هي تسوقها وتحصل بالمقابل على نتائج في منتهى الخطورة، وهي ابتزاز الأنظمة العربية لتدفع وتحلب آخر ما عندها من مبالغ لدونالد ترامب، وهي في المقابل كل ما يحصل أزمة في دولة عربية تأخذها إيران. فإيران أخذت العراق بكاملها وهي العمق الاستراتيجي للأمة العربية، وأخذت تقريبا المشهد السياسي خطفته من لبنان، ثم أنها داست كرامة العرب في أعماق الأرض في سوريا. ما لنا مال يعني إيران وسوريا؟ ما لكم مال يعني؟ اتركوا الشعب السوري ينتصر ويصنع ثورته. لا، يعني ضخوا كل كفار الأرض في سوريا، جابوا من كازاخستان طاجكستان وأيضا من باكستان، جابوا كل شيعة الدنيا يحاربوا. هذا مكان حربكم؟ هذا هو عنوانكم للحروب؟ كنتم تعلمون أين القدس وتدركون أين تقع القدس، لكن أنتم لا تريدون ذلك. إن أردتم نريد أفعال وليس أقوال يا إيران. للأسف الشديد يعني هناك فشل حقيقة إسلامي بشكل عام يعني في التعامل مع القضية الفلسطينية، خلافات بين جميع الأطراف مكنت الصهاينة من أن يتعالوا بكل هذه الدرجة. دكتور جمال، يعني وأنا أقرأ هنا حديث للشيخ عكرمة صبري يقول إنه الأنظمة العربية والإسلامية تتفرج علينا، ما يؤكد أن البوصلة قد انحرفت عن القدس والأقصى. في المقابل الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيون يعني يصمدون ويحاولون التصدي لهذا العدوان الصهيوني، هناك دعوات للمرابطة. لو تحدثنا عن أدوار الفلسطينيين في القدس. نعم أخي، صدق الشيخ عكرمة صبري، وأنا أقول لك تعود في الهيئة الإسلامية العليا، أدرك يعني ماذا نفكر وماذا يؤلمنا في هذه الأيام، ولكن في ذات الوقت لنا تفسير آخر. نحن نقول أن من أعظم الكرامات، أنا الأنظمة العربية تقف الآن أمام شعوبها عارية تماما، فقد خذلت القدس والأقصى، بل وخذلت عقيدتها ودينها، بل وخذلت يعني الأشراف في بلادها وشعوبها فسجنتهم أو أعدمتهم، بل أنها خذلت حتى يعني شعاراتها التي رفعتها 70 عام كذب وزور. اليوم الأنظمة العربية تقف عارية ومكشوفة تماما، وبالتالي هذه كرامة من كرامات الشعوب، حتى تعرف بدون أن تصرف درهما واحدا تعرف التميز بين الغف والسمين، وتعرف الصادق والكاذب. فأين أين أين من يصدق الآن أي نظام عربي؟ هات شعوب تصدق نظامها أو نظام غيرها. الآن طالما أن الأمر بهذا الشكل فالأمر أصبح عصريا بيد الشعوب، طالما أنه بيد الشعوب فالشعوب قادمة. نحن نراهن على ذلك وندرك أن الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وجيبوتي واليمن وليبيا كلها تحب فلسطين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم. والله العظيم هذا كلام صادق ودقيق، وهم يهتفون حتى لكرة القدم وهي كرة، يهتفون لفلسطين ولا يهتفون يعني للاعبين من بلادهم. إذن نحن ندرك يقينا أن هذه كلها مؤشرات للمرحلة القادمة. إن شاء الله. ماذا عن سؤالي لأنه لم يعد معي مزيد من الوقت، كيف تبشر الشعوب العربية والإسلامية التي تثني عليها الآن بما يقوم به الفلسطينيون في القدس؟ نعم، نحن نبشرهم بأننا هنا صامدون، هنا ثابتون، والاحتلال إلى زوال. ونقول لهم والله العظيم لن يفرح الاحتلال بليلة واحدة ينام فيها هادئا، ولن يعرف الاستقرار في هذه البلاد، وعليه أن يجهز نفسه للرحيل. الفلسطينيون ثابتون وتعلموا من التاريخ أنهم لا يكونون لا لاجئين ولا نازحين بعد اليوم. الذي يريد أن يصبح لاجئا ونازحا ومنصرفا ومنخلعا من هذه البلاد هم اليهود، من حيث جاءوا يعودوا، هم جاءوا أخيرا يعودوا أولا. وبالتالي نحن نبشرهم ونقول لهم الأقصى في مكانه بإذن الله تعالى، رعاية الله عز وجل وعباد الله الذين يرابطون في رحابه مستمرون. نعم، دكتور جمال عمرو خبير في شؤون القدس، أشكر جزيل الشكر على مشاركتنا. إذا مشاهدينا الكرام، كنا في نقاش مع الدكتور جمال حول ما قام به الصهاينة من
اقتحام للمسجد الأقصى صباح هذا اليوم، بل ومنعوا المسلمين من الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى منذ يعني الساعات الأولى لهذا الصباح، في استفزاز جديد للمسلمين هناك ومنعهم من الوجود عند مقدساتهم. سنشاهد الآن مقطع لدخول الصهاينة إلى ساحات المسجد الأقصى ثم نكمل النقاش. إذا شاهدنا هذا المقطع، المسلمين أصبحوا يعني في القدس وفي المسجد الأقصى يصلون على الأسوار الخارجية بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى بسبب دخول المستوطنين. انضموا معنا الآن الدكتور منصور سلامة المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور منصور. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. حياك الله. دكتور، كيف تقرأ يعني هذا التعامل المتجدد من قبل الصهاينة مع المقدسات الإسلامية بكل هذا الاستهتار، أن يصل إلى درجة أن يمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى يعني منذ بعد صلاة الفجر؟ في الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة نحن في الأرض المقدسة نعاني معاناة ظلم وقهر شديدين، والظلم في الحقيقة إذا ما رجعنا بعض التفاصيل نتألم ألما كبيرا. أولا أشكر قناتكم المكرمة التي اهتمت بمثل هذا الجانب، وأتمنى من كل فضائياتنا العربية والإسلامية أن تحتو حد هذا الفهم والتوعية الحقيقية. أقول ما يجري هو ظلم. وزير الزراعة ذاك المجرم أوريل على ما يبدو يعني كأنه يذكرنا بيوم 28/9/2000 إذا تذكر أخي الكريم، ونحن اليوم ب 29. في الحقيقة كان قد اقتحم المسجد الأقصى المبارك، وأنا هنا على كلمة اقتحام لتحفظ، شارون الهالك في الفترة الماضية، وانطلقت انتفاضة حقيقة عارمة لتغير مجرى الأمور، ولكن للأسف يعني أمام كبوات متعددة، وهذا ليس موضوعي الآن السياسي بقدر ما هو موضوع الحقوق. في الحقيقة وزير الزراعة اليوم وأيضا لك ذاك الرجل النائب السابق في الكنيسة، حتى يعني هناك ثمة إجرام عمليات الاقتحام. أنا هنا لتحفظ على كلمة الاقتحام، الاقتحام كأن لسان الحال يقول أن هناك فئتين، فئة مدججة بالسلاح والفئة الأخرى لديها سلاح ربما يكون أقل أو أكثر، وهم يقتحمون. الحقيقة هو تدنيس للمقدسات وظلم لكل شيء فيه قدسية. ما تتصور كم الظلم الحقيقي وكم تنتهك الحرمات في دخول أولئك النفر، حتى لدرجة بعضهم يدخل معه محرمات ولباسه حتى محرم. والواقع المؤلم أن لا حراك في أمتنا حتى تقف عند القضايا الحقوقية. يعني لم يدنس المسجد الأقصى بدخولهم فقط، وإنما يحاولون الدخول بمحرمات أخرى يعني. نعم نعم، هذا ما يجري، حتى لدرجة كان هناك عمليات يعني دمار أخلاقي بين فتاة وشاب يهودي في داخل الأرض المقدسة، في داخل المسجد الأقصى المبارك. أي ظلم نحن في مثل هذه المهانة؟ فأنا اللي بدي أرجع وأقول بارك الله فيك، إذا لدينا، إذا ما أردنا أن نسير بخط القدسية قد تكون يفهمها البعض ولا يفهمها الآخر، ولكن الخط الأهم والأكثر دقة أمام الملأ الدولي أمام المجتمع الدولي أن هناك قضايا حقوقية. تصور أخي الكريم قرار الأمم المتحدة في عام 1948 بعدما حدثت المصيبة والكارثة، ماذا حدث؟ أقروا بثلاث مواد، مجموعة مواد، أنا يهمني ثلاث مواد، المادة السابعة والثامنة والتاسعة من قرار حق العودة والتعويض في رقم 194 الذي حمل في ذاك الوقت رقم 194 قرار الأمم المتحدة. أقول وجوب حماية، تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة وهم لا يفعلون. صدقني أخي الكريم هذه قضايا حقوقية.
وضمان حرية الوصول إليها وفقا للحقوق القائمة والعرف التاريخي كما أشارت هذه المادة. أما المادة الثامنة نظرا إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث وهذا تجرؤا وتجاوزا، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة، وتم ضم أبو ديس وبيت لحم من بعدها حد الحد الجنوبي والحد الغربي عين كارم وشعفاط شمالا. لكن المادة التاسعة وهي أهم مادة حقيقة قانونية يجب أن لا نتجاوزها، وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بالطرق السلام البرية والجوية وسكك الحديد. تصور أخي الكريم، والذي يكلمه أنا ممنوع مدة عامين أن أدخل الأقصى، أيعقل هذا؟ أي ظلم نحن به؟ وهذه المادة تنتصر لكل حق. الاقتحامات أقول أنه تدنيس، يجب أن نغير المصطلح، هو تدنيس وعهر وإجرام وضياع لكل حقوق الأرض. أما مسؤولية الأمة أولا وأخيرا حقيقة في حائط البراق، وهناك ما يصير قبل أيام كان لي محاضرة عن هذا الموضوع حقيقة، أفاجأ بأن هناك رجل من القيادات الفلسطينية تحدث إلى فضائية إسرائيلية صهيونية وأقر، أنا إن أحسنت الظن لجهله في هذا القرار، هناك قرارين أمميين أيضا في عام 1929 أخي الكريم، أتكلم قبل نشوء ما يسمى الكيان الصهيوني، هناك قرار للجنة سميت لجنة والتر شو وأيضا لجنة سامسون، بحيث بحيث ماذا هذا القرار كان؟ القرار هو حينما أصبحت هبة البراق في عام 1929 وحدث ما حدث، تحملت المسؤولية بريطانيا أنها تفصل ما بين يهود وما بين عرب، وكان الخلاف على ساحة أبا مدين في حائط البراق. طيب. فتجرأ البعض يقول حائط المبكى. خلاصتها في عام 1929 أرسلت عصبة الأمم لجنتين، لجنة والتر شو ولجنة سامسون، وخرجت بثلاث قرارات. نقول لكل أمتنا العربية والإسلامية في كل أرض، ونقول لكل الأمة غير حتى المسلمة، كل الأمة هذه القرارات منظمة ولديها الآن في الجمعية العمومية البريطانية موجودة. ما هي هذه القرارات دكتور؟ القرارات أولا حائط البراق هو ملك للمسلمين. ثانيا القرار الثاني هو من أساسات المسجد الأقصى المبارك، بحيث الحجارة التي تم فحصها من قبل علماء كنديين وفرنسيين مضى على عمرها يزيد عن 5000 عام، أي قبل اليهودية ما تنشأ. طيب. هو منصور. القرار الثالث وهو أهم شيء، إذا ما أراد يهود أن يصلوا أو يقيموا شعائر دينهم في تلك الساحة عليهم أن لا يقتربوا سوى 4 إلى 6 أمتار عن الحائط. يعني هذه قرارات دولية في صالح الفلسطينيين، ومع ذلك هناك من الفلسطينيين من يعطي هذه الساحة للصهاينة. هذا بجهل، أنا أعتبر إن أحسن نظم بجهل يعني المعلومات، وحقيقة يجب أن يعني ننقل لهذه الأمة وننقل لكل أرض ولكل محكمة دولية في العالم، يجب أن تسمع ويجب أن نقول بغض النظر عن الإجابة إنه القانون الدولي لكن هناك قضايا حقوقية يجب أن نسير نحوها. هذا واضح وأشكرك جزيل الشكر، وبحاجة فعلا لحديث مستفيض بشأن الحقوق حتى الذي اعترف بها العالم من أجل أن يتم الحفاظ عليها. أشكرك جزيل الشكر دكتور منصور سلامة، الباحث الأكاديمي الفلسطيني والخبير بشؤون القدس، والشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام. فاصل قصير ثم يصحبكم زميلنا حسين أبو شمالة في جولة الصحافة.